مرحبا بجميع أصدقاء متابعي قناة فلاش 90 دقيقة. في تحليل وتوقعات مباريات يوم الأربعاء، اختارت كما العادة 7 لقاءات. أول مقابلة الدوري الأردني الجولة 20، فريق سحابي الصعبد الفيصلي. ترتيب النادي ينسحب في الرتبة 9 18 نقطة، مناصفة مع فريق مغير سرحان بنفس عدد النقاط. الفيصلي في الرتبة الثانية 48 نقطة. آخر لقاء جمع الفريقين انتهى لصالح السحاب بضربات الجزاء في كأس الأردن داخل الميدان. آخر 5 مباريات لكل نادي، الفيصلي حقق 4 انتصارات هزيمة، آخر لقاء الانتصار داخل الميدان أمام مغير سرحان 5-1. فريق سحاب آخر 5 مقابلات حقق 4 انتصارات هزيمة، آخر لقاء الانتصار أمام معًا داخل الميدان 2-1. أفضل توقع للمواجهة أرشح الفيصلي الانتصار خارج الديار، هذا هو أفضل توقع للمواجهة. المقابلة الثانية الدوري المصري الجولة 23، فريق بيراميدز يستقبل سيراميكا كليوباترا. ترتيب الناديان بيراميدز في الصدارة 44 نقطة، سيراميكا في الرتبة الثامنة 31 نقطة. آخر لقاء جمع الناديان انتهى لصالح بيراميدز بضربات الجزاء في الكأس. 5 لقاءات الأخيرة لكل نادي، سيراميكا حقق 2 انتصارات 3 تعادلات، آخر لقاء الانتصار داخل الديار أمام الجيش 2-1. 5 لقاءات الأخيرة الفريق بيراميدز، العلامة الكاملة 5 انتصارات، آخرها أمام المصري البورسعيدي 0-0 خارج الديار. أفضل توقع للقاء أرشح بيراميدز الانتصار والوصول للنقطة 47 في صدارة الدوري المصري. المقابلة الثالثة ذهاب نهائي كأس كرواتيا، دينامو زاغريب يستقبل الفريق ريجيكا. آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت لصالح دينامو زاغريب الانتصار 2-1 خارج الميدان. 5 لقاءات الأخيرة لكل نادي، ريجيكا حقق 3 انتصارات، آخر لقاء الهزيمة خارج الديار أمام فاراز الدين 3-1. دينامو زاغريب آخر 5 مقابلات 4 انتصارات هزيمة، آخر لقاء الانتصار داخل الميدان أمام أوسيجي 0-0. أفضل توقع للمواجهة أرشح دينامو زاغريب الانتصار في مباراة الذهاب نهائي كأس كرواتيا. المقابلة الرابعة نهائي كأس المجر، باكس يستقبل فريق فرنكفاروس في ميدان محايد. آخر مواجهة جمعت الناديان جات لصالح فرنكفاروس 0-0 داخل الميدان. 5 لقاءات الأخيرة لكل نادي، فرنكفاروس حقق هزيمة 3 انتصارات تعادل، آخر لقاء الهزيمة خارج الميدان أمام تي في تيك 2-0. فريق باكس آخر 5 مقابلات حقق تعادلين 2 انتصارات و2 هزيمة. أفضل توقع للمواجهة أرشح فريق فرنكفاروس الانتصار وتحقيق لقب كأس المجر. المقابلة الخامسة إياب نهائي كأس روسيا، زينيت سان بيترسبورغ يستقبل فريق سيسكا موسكو. مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-0. أفضل توقع للمقابلة أرشح زينيت الانتصار والتتويج بالكأس. المقابلة السابعة الدوري الدنماركي مرحلة البلاي أوف، بروندبي يستقبل فريق نورد جيلان. ترتيب الناديان بروندبي في الرتبة الرابعة 56 نقطة، نورد جيلاند الرتبة الثالثة نفس عدد النقاط. آخر مواجهة جمعت الناديان تاج بالتعادل الإيجابي 1-1. 5 لقاءات الأخيرة لكل نادي، نورد جيلاند حقق 4 انتصارات تعادل، آخر لقاء الانتصار داخل الميدان أمام سيلكبورغ 4-1. فريق بروندبي آخر 5 مقابلات حقق هزيمتين تعادلين انتصار، آخر لقاء الهزيمة داخل الميدان أمام كوبنهاغن 3-1. أفضل توقع للمواجهة أرشح كلا الناديين يسجلان جول جول، هذا هو أفضل توقع للقاء. المقابلة السابعة والأخيرة الدوري الإسباني الجولة 36، خيطافي يستقبل فريق أتلتيكو مدريد. ترتيب الناديان خطافي في الرتبة 10 43 نقطة،
أتلتيكو مدريد في الرشبة الرابعة 70 نقطة. آخر لقاء جمع الناديان تعادل الإيجابي 3-3 داخل ميدان أتلتيكو مدريد. الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي، أتلتيكو مدريد حقق 3 انتصارات 2 هزيمتين. اللقاء الأخير الانتصار داخل الميدان أمام سيلتا فيغو 0-0. فريق خيطافي آخر 5 مقابلات حقق 2 انتصارات 2 تعادلات. آخر لقاء لازم خارج الميدان أمام كاديس 0-0. أفضل توقع للمقابلة أرشح أتلتيكو مدريد الانتصار في مباراة الديربي. هذا هو أفضل توقع للقاء خيطافي وأتلتيكو مدريد. هذا الأصدقاء أما توقعاتي وتحليلي ل7 مباريات يوم الأربعاء. حظ موفق للجميع في الأخير.